محمد صلاح يحصل على أجر خيالي مقابل ظهوره في صاحبة السعادة. رح يشارك الظهور في الحلقة زوجته وبناته. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ظهور محمد صلاح في لقاء خاص ببرنامج صاحبة السعادة. أعلن برنامج صاحبة السعادة أنه ضيف أحدث حلقات البرنامج هو لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، ورح يشاركوا في الظهور زوجته وبناته، خاصة وأنه بيحب أنه يشارك المتابعين الكثير من الصور واللقطات الخاصة بحياته الأسرية. أجر محمد صلاح عن ظهوره في هذه الحلقة كان مفاجأة صدمت الكثير من الجمهور، فتداول رواد السوشيال ميديا والكثير من المواقع الصحفية أنه محمد صلاح حصل على أجر 16 مليون جنيه مقابل ظهوره في هذا البرنامج. رغم حب الكثير من المصريين لمحمد صلاح، لكن الرقم كان صادم بالنسبة للكثيرين، خاصة أنه محمد صلاح لا يظهر في الإعلام المصري بشكل مكثف، وبالرغم من الضجة الكبيرة اللي أثيرت حول اللقاء، لكن لحتى الآن ما تم تحديد موعد عرضه على الشاشة. محمد صلاح يتميز بجسد رياضي مميز، وبيعتمد في ذلك على نظام غذائي متكامل حتى يحافظ على لياقته، وأكد أنه بيتناول من 5 إلى 6 وجبات على مدار اليوم. وجبة الإفطار هي الأهم بالنسبة له، وبيكررها مرتين، الأولى عبارة عن عصير بلوبيري بلبن خالي من الدسم، والثانية بعد ساعة، وبتتكون من بياض بيض مع أفوكادو وخبز خالي من الجلوتين. محمد صلاح ينوي إقامة مشروع خاص به في مصر، وأعلن أنه راح يكون عبارة عن جيم بجانبه أكل صحي، وحكى أنه اختار هذا المشروع تحديداً لأنه بيمثله بشكل كبير وقادر على إدارته بشكل مختلف. وأكد أنه اختار مصر لهذا المشروع لأنه يريد أن يبدأ في بلده، لأنه فيها مواهب كثيرة بتحتاج لفرصة وأشخاص يوجهونهم للطريق الصحيح. حياة محمد صلاح في أوروبا حاول التأقلم معها، وحكى أنه رغم التحديات اللي بيواجهها هناك، لكنه يرفض تناول المشروبات الكحولية.